يا عباد المسيح، لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه البطن قد حواه. أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولوظا ضعيفا فاتحا للثدي فاه. ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه.